هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟ من يظهر منه الشرك يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يظهر ظهورا واضح، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله من الأموات، يدعو الأموات، هذا شركه ظاهر، هذا شركه ظاهر، فمن سمعه يحكم بكفره وشركه. أما الأمور الخفية، الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم وإلى بصيرة، هذه توكل إلى أهل العلم، توكل إلى أهل العلم.